السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي تشيلسي أمام نادي أستون فيلا اليوم بإذن الله تعالى الجمعة 26/1/2024، مباراة في دور الـ32 أو الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. المباراة بإذن الله تعالى بين تشيلسي وأستون فيلا ميعادها اليوم الجمعة الساعة 9:45 دقيقة 10:15 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 10:45 دقيقة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 8:45 دقيقة يعني 9:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7:45 دقيقة يعني 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 11:45 دقيقة يعني 12:15 قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات سلطنة عمان. القناة الناقلة للمباراة بي ان سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق المتألق حفيظ دراجي. ملعب المباراة ملعب ستانفورد بريدج، الجولة الدور الرابع او دور الـ32 من كأس الاتحاد الانجليزي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، وكان معكم محمد نور الدين، اراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.